نادين نجام جاي لعندك. بونجور. هاي هاي سافا. ليك نادين نجام القصيره بس وين؟ انا هيك ما بيلي. انا مش قصيره، متر 75. تفضلي. وانا متر 75 بس ما ببين. انت عم بتزمي مع الوقت. هيك انا فيلي. لا لا انا فيلي. بونجور نادين. هاي سافا. طيب بدك اياني فوت؟ ايه تفضلي. اكيد مش لها هذا الشيء اللي لبستيه. لا ولو بتنزعي لي الاوتفيت الله يخليكي، حرام تزعل بعدين. بس كثير طلع طويله نادين. ولا وشو عملت لك اليوم انا؟ الجروب اللي معك حيفوت ولا بنتركه؟ بلا لا فوتوا اكيد. يلا تفضلوا. وين بحط كاميرتي؟ اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، شرفتونا. يا هلا. هاي نادين. هاي تفضلوا. بليه معلي الكعب على حظي اليوم؟ ما هلا احنا رح نقعد. شو فارقة معك؟ ما قاعدين قاعدين. لا واقفين. هلا انت اذا قاعدة واقفة هي ذات عندك. هيك مبلشة؟ طب ما طب يا الله انت دقيتي هالباب، فايتي لعندي بدك تسمعي الجواب. بدي اسمع الجواب. نادين كيفك؟ سافا انت؟ اخذ بريك؟ اخذ بريك. اي مس يو كثير. وانا كم اشتقت لك. ختامها مسك او ليك؟ يس. نادين بكره السبت رح تستلمي الميراكس افضل ممثله لبنانيه للعام 2015. يب. مبروك. ميرسي. اذا بدك تتنازلي عن اللقب لمين بتعطيه؟ اوه سؤالك يا محتالي انت. ليكي كلهم بيستاهلوا بس مش ماني حابه انه ميز حدا عن حدا. اذا عم تساليني عمين بدي اتنازل، انه بترك هيدا الشيء تقرره اذا بدك الجمهور واللجنة. لا انت من قلبك بتعطيه لمين؟ من قلبي؟ هلا بعطيه لهيفا وهبي. شو قصدك بتحبيها؟ لا غريب انه يعني فنانه بتحب فنانه هالقد وبتعلن عن حبها. ليك انا شيل الحب على جنب، انه انا بعرف انه هي بتستاهلها، انه تميزت بدورها وبالعمل اللي عملتها وحضرت يعني وشفت. انا ما عم بجي بحكي يعني. وبعدين بالعكس انا بعتبر انه النجاح الاكبر انه تعرفي تزقفي لغيرك. دونك انا ما عندي مشكله نزقف لغيري واقول انه غيري كمان عم بيستاهل. عشت قصه لو؟ عشت قصه لو بالمسلسل؟ لا برات المسلسل. لا سوف. بتخافي؟ لا ما في شيء بخوف، كلنا معرضين لتمبتيشنز بالحياه، بس هو الاهم انه انت اذا كنت عايشه بسعاده ببيتك وفي تفاهم بينك وبين زوجك بتقدر تقولي لا لكثير اشياء، انه ما مضطره تكوني مجوزه يعني لحتى تتعرضي. صح. فيها اي بنت تتعرض لهيك موقف اللي عايشته ليلى بمسلسل. طب بتقولي يعني اوقات لا هيدا خيار، بتقولي لربنا ما تجربني دخيلك بشو؟ بكل شيء اسمه خطيه اذا بدك ثقيله يعني مثل هيدي، او ما تجربني بزعل اني ازعل على اولادي لا سمح الله، او ابكي عليهم مش انه ابكي كرمالهم فرح. يعني انا اكثر شيء بخاف منه انه ما تجربني انه حدا من اولادي لا سمح الله او زوجي يصير له شيء، لانه عن جد يعني بحس تجربه كثير قاسيه علي، الباقي كله بيمرق. والدك نادين مسيحي، والدتك مسلمه تونسيه، طولتي لهيك اذا بدك اخذتي على الخلطه تعودتي؟ خاصة ببلد مثل بلدنا هالقد طائفي هالقد مذهبي اذا بدك. ليك الماما اللي ساعدني انه ماما كمان عقليتها يعني اوبن مايند، وكانت بمعنى انه كيف يعني انه هي منفتحه على الاديان، يعني لو ما هيك ما بتتزوج حدا مسيحي، وهي ربتنا على الدين المسيحيه واحترمت انه نحن اخذين دين الاب دين المسيح وعمادتنا، وكانت تاخذنا على الكنيسه وتروح معنا على الكنيسه، وهي اللي علمتني الابانه والسلام وحطتنا مدرسه رهبات، ما اشتغلت على انه تفرقنا او انه تكون انانيه تجاهنا، لانه اعتبرت انه اليوم اذا عملت هيك رح تضر العائله، انه ما فيك تخربت الولد هيك. بس عندك اطلاع على الدين طبعا اكيد اكيد بسالها كثير وبتحاور انا وياها كثير، اكيد عندي اطلاع وكثير بحترم هيدا الدين يعني. نادين اذا بدك تشيلي تاج الملكه مين اجمل منك برايك؟ وخلص بقى قلنا لك الميراكس. طيب هلا كمان حتجرديني من كل شيء اخذته؟ لا لا هم كله لقلك خلص، ما حدا في ياخذ منك شيء. شو بدي؟ مين اجمل منك ملكه؟ ما بعرف عن جد؟ ما بعرف. انت قولي لي ليه؟ اعطيني رايك. انا مش متذكره. ما بعرف كيف مانك متذكره؟ اذا مش متذكرتيهم كثير منيح يعني لقيت الجواب انا يعني معناتها انه ما فيني احطه اوليك؟ حطيها. شو بالبقلي؟ بالبقلي كون ملكي لحسن. بدي احط بقلك حبيبي.
مالك شو حلوة بالبقلة حلوة بقلة؟ إنه هيك ميس شعرة مش هيك تتعاملوا بقلة كمان دينا عزار يعني مين؟ جروب دينا عزار أشقر حتى لك ولا بنزعلك شعراتي؟ نو ما بنزعلك حلو لوكك الجديد ميرسي قد إيه اللقب الملكي نادين يعني هيك كان نقلة كتير كبيرة بحياتك حتخليها على راسك للمقابلة؟ هلا بدرس الموضوع اوكي شو حياتي؟ شو قلتي؟ صبرت كان فجأة صرت ميس شو عمل فيك اللقب؟ يعني قد ايه كان نقلة كبيرة بحياتك يمكن ما كنت رح تقدر تعملي كل شيء عملتيه لو ما تج بس لخليني اشيله على راسي بس لانه انه اوريدي راسي عم يوجعني مش حامل انه اخذ تقل ليكي انا بصراحه اول حلم كان لإلي اول طلعتي اول بلشت انه وعى هالاشياء كان هدفي انه اقدر حقق حلمي اني اربح ميس ليبا لما ربحتها رجعت على الجامعه وكفيت دراستي باداره الاعمال ما كان عندي بالحسبان انه انا اعمل شيء بعالم الاضواء والشهره ان كان تي في بريزنتر او حتى اكترس او شيء ما كان ببالي بالصدفه انا دخلت هيدا شو كنت كان بس بدك التاج كان بس بدك تاخذي لقب هالقد انه هيدا كان حلمي انه بدي اعمل ميس ليبان وبدي اطلع على ميس وورلد وعلى ميس يونيفرس وبدي مثل بلدي وهيك كنت حبوا هاللقب كتير فما كنت فكر انه انا من بعده بدي استغله لاوصل لشي تاني بالصدفه فت على مجال التمثيل يمكن لانه الكاتب شكري انيس فخوري قدر يعرف هي نادين نجم من وراء انه ملكه جمال لبنان يلي قدمتني على عالم الاضواء وخلت الناس تتعرف علي دونك هيك صار طب لما صرتي ممثله قلتي انه ما كنت بعرف اعمل شيء تاني بلكي يعني قد ايه حسيتي حالك تنتمي لهالدنيا للتمثيل قد ايه حسيت حالي بنتمي لهالمهنه هلا انا لما فت عليها كنت خايفه كثير وانا كنت ضد ابدا كومبليتلي يعني ماما كثير قنعتني انه انا نو واي مثل وبستحي كثير بخجل بخجل كثير من الكاميرا بخجل يعني انه انا كيف بدي اقعد مثل وهيك و60 واحد عم يتفرج علي اون سيت لما يعني فتت فيها حسيت انه كثير اللي حوالي عم يعطوني كومبلمنتس وشايفين فيي شيء انا عم بعمله مش عارفه شو عم بعمله مش عارفه شو اللي عم بعمله يعني مش عم بنتبه على حالي شو عم بعطي غيري عم يتلقى تشجعت فك عندي هيدا الفوبيا وهالخجل قدام الكاميرا وصرت اعطي اكثر واكثر واخذت اول ميركس عليها تبع وبلش المشوار بيرفورمنس او شيء هيك مش وقتها بس اكترس بس شيء مميز عن هيدا الدور يعني حبيبك تيم حسن باكثر من مرحله قهر الدنيا كلها والصبايا والعالم ليك انه انا باخذها اكثر انه شغله مهنه يعني انه انا وياه عم نعمل شغل حلو عم نعمل كوبل حلو انا بنبسط اني اشتغل مع ممثل مميز مثل تيم حسن او هو نفس الشيء بحس تجاهي دونك احنا كثير مرتاحين بالشغل مع بعضنا وعلى نفس الموجه وبس كون بالمشهد كثير هيك بنعطي بطريقه حلوه لبعض دونك بس اكيد بتسمعي قديش انه ايه بعرف نيالك ايه بسمع كثير هيدا الشيء بس انا ما بعرف نيالي على شو يعني انه لاني عم مثل معه ولا نيالي لاني انا عم بقدر شوفه او احكي معه ايده مثلا كاخذ غمره هن هيك عن جد مهضومين بس ينزلوا فيديوز على الانستغرام انه بصيروا ينطبوا بحظهم او ينطفوا بحالهم او زيحي شوي وما تقربي كثير من هول في كثير نادين نجم شرقيه بعقلتك يعني عن قناعه ولا مضطره كرمال مجتمعنا؟ ليكي انا لاني هيك ولاني هيك بس انا بعرف انه الحريه ما بتنعطى فرد مره وانا بدي اعطيها لاولادي شوي شوي على حسب قديش هن عم يبلغوا وعم بيصيروا متشور اكثر قديش قوه شخصيتهم قديش بيقدروا يحموا حالهم قد ايه قادرين يحموا حالهم من المجتمع ومن الفساد اللي حوالينا يلي عم نتعرض له الكبار والصغار مثل بعضنا فانا اليوم كأم هدفي انه انا خاف على اولادي وانتبه عليهم وشوي شوي كل ما بيكبروا بصير فيني اتحاور معهم على قد عقليتهم على قد ما بيقدروا يفهموا علي وكيف بيقدروا يصيروا ماتشور انف يقدروا يستعملوا الحريه والثقه اللي اعطيتهم اياها بطريقه صح والولد بدك تعطيه ضوابط ليقدر يكفي بالحياه اذا بتحسسيه انه ما في ضوابط ما في رولز No. الولد بده رولز اصلا ايه يعني بحاجه انك تحكي له حدود فهو بيندم بعدين وبيجي بلومك انه انت ليه ما قلتي لي الحقيقه او ليه ما انتبهتي نكشوا لك مقابله عمرها 3 4 سنين ليه؟ ما بعرف وما بدي احكي اكيد بموضوع مش سنين ابدا منه محرز صدقيني في اشياء كثير احلى نحكي فيها واهم الواحد عم يحكي بالمي وهي مي
بتتراجعي عن ارائك ولا بالعكس؟ انت بدك يعني اتراجع؟ لا ما انا بايدك اصلا. انت من عائله متواضعه، يوم صرتي حدا مشهور، حدا بلكي مرتاح ماديا، شو تعلمت يعني؟ كيف قدرتي من الماضي تاخدي وتستعمليه اليوم؟ لكن اللي ربوني عليه اهلي حمان كتير، كوني فتت على عالم عرض الازياء وهو الاشياء. انت بتعرف هذا العالم منه كتير بيور. كانت صغيره، كنت بال 15 سنه عمري، لو ما اهلي كانوا عن جد عطيني ضوابط واسس وتربيه صالحه اكيد كان سمعت تشوهت. والحمد لله انه انا قدرت مع هالجو كله اللي حوالي اني حافظ على سمعتي، والحمد لله انه اكتسبت من كل شيء عطوني اياه اهلي النجاح والسمعة الطيبة. تزوجت وأسست، صار عندي استقرار عاطفي، استقرار مهني، استقرار مادي واستقرار معنوي، وأكيد صار عندي يعني إلي احترامي بالمجتمع. شو أخذت منك الشهرة يعني؟ قدي أوقات أنا بعرف أخذت مني وقت، بس يعني أنه بتاخد وقت كتير من حياته للواحد، يعني بتحس أنه الحياة تمرق كتير بسرعة. بس اللي بيعرفك عن قرب بيعرف، أنا بحس أنه صار عندك هيك مثل خوف معين، هذا الشيء بلكي بخليك ما توثق كتير بالناس. قولي لي شو غيرت الشهرة؟ ما غيرت شيء، بس هيك إذا مثل ما قلتي أنا صار عندي أكتر قلة ثقة بالحوالية وخوف من الناس. يعني قبل كنت حبي كتير أنه وسع دائرة معارفي وأصدقائي، هلأ لقى أنه كتير عم ضيقها شوي شوي، صاروا كتير قليل ومنقيين وما كتير بياخدوا بعطي. أكلت ضربات كتير؟ مش أنا أنه ليك فيك، ما بعرف إذا أكلت دروبة وماني منتبهة، بس يلي بعرف أنه أنا ما بدي أكل دروبة، ما بدي يصير فيي، ما بدي فوت بمتاهات بصراحة، ما بدي يعني، بدي ضلني هيك على مسافة من الكل بنفس الوقت، يعني قريبة وبعيدة أفضل، كرمال عائلتي، كرمال أولادي، كرمال كتير إشياء. ما بعرف فيك يعني، مش كل اللي حواليك نوايون مثلك ولا الباك جراوند طبعاً بيشبهك، دونك اللي احتفظت فيهم هن أشخاص بتشبهني أو أقرب مني. طب أنتو يعني المشاهير مودي او بتبيجي اوقات بتصيروا عايشين حاله، اذا فيني اقولها كلمه، انفصام؟ قولي بدك اياه. اكيد بتعيشي هالحاله؟ لا لا، لانه ما بعرف شو اللي بخليني ما عيشها، بس يمكن لانه انا شبعانه عيني من الحياه. رحتي عند حكيم نفساني شي مره؟ لا لا لا. قهوه ولا نسكافيه؟ كيف توعي دخلك؟ ما سالتك. لا نسكافيه. نسكافيه شو قهوه؟ اوقات بلا سير يعني ما عندي مشكله. طب شو ما بتاكلي بحسك؟ لا لا، اذا ما باكل بموت، شو بكي اكيد باكل. كيف هيك؟ لا والله اكيلي، بس انا بيجيني اول شيء بالشغل بلقمش كثير، يعني بتعرفي واحد بين مشهد ومشهد بضل يلقمش قصص. هلا لما وقفت تصوير رجعت ركلجت على نظام غذائي معين وهيك، انه تربيه الصح، الغداء، العشاء، عرفتي؟ انه برجع برجلش برجع بضعف. ترى بتدقع نصحانه هلا؟ كنت نصحانه هلا نزعت نزلتهم. صحت شي 3 كيلو، مش انه شي مهم. انشوينا انشوينا. فهمت هلا طلعتي؟ كثير ثقيل هذا الشيء، بس انا قلت لا ولا جد. افتحي. واو جود، ذاتس نايس. 3 كيلو؟ صلي زمان عملت. يلا اعملي هلا. يلا كيف تعمل؟ بتعرفي تعمليهم؟ ايه اكيد. انه لها طريقه؟ ايه. اوكي. هيدي للايدين. بتعمل سبور؟ ايه. صار لي زمان ما عملت، عن جد ضعفان جسمي، يعني انه لازم ارجع اعمل. كل هيدا وماني كنت عم سبور؟ لا لا. عالمي؟ هيك؟ حافظتهم؟ هيدي للظهر. حافظه يلي بعدني كنت اعمل، كنت كثير وحنادي. شوبت من غشيم شوبه. طيب شو بنعمل؟ بنقوم؟ لوين؟ ما بعرف، هي مش قادر امسكها انا. هالقد؟ ايه. نو سافا، 3 كيلو ما بنحمل اولادنا 15 كيلو على خسرنا. ايه اولادي 15 كيلو بسم الله. سافا ايه، وايه بنحملهم هيك؟ اكلين تقريبا ورقت، يعني عندي مكسر. اذا شي مره شايفتيني راحه هيك ماشي غلط، بكون على حمله الولد. وين قلبك ميل اكثر، عند جيوفانيا ولا هافن؟ لا اثنيناتهم مثل بعض، اثنيناتهم مثل بعض، بس هيك انا وهافن، لانه هلا هي صارت اوعى، فصارت العلاقه بيناتنا اذا بدك اجمل. ايه فمشان هيك انه معلقه فيها اكثر، وباخذوا بعطي معها وبتسافر معي وبتروح وبتجي معي. جيوفاني بعده صغير، ما شفنا ولادك على الاعلام يعني، في كثير فنانين ما رح تشوفيهم. ما رح نشوفهم؟ ما رح نشوفهم.
هيك هيك كذا. لا ليش هو انه ما بعرف ما رح استفيد شيء يعني انه انا المشهوره انه ليش تفرجيهم لهم. هو عند تيتا بنزل لعنده بجيبه اذا بدك شفته نازل. لا لا اتركي حاله خلص انت شفتي كفايتي. لا عم بمزح بالعكس انا بحترم هيدي الشغله. بس ليه احسن برايك؟ بعتقد احسن بعتقد احسن. يمكن هن ما يحبوا انه خليهم هن يقرروا لما يكبروا شو بدهم يعملوا. بدهم يبينوا ما بدهم يبينوا. لا يقرروا هن بركي ما بيحبوا. اي صح. نادين الوسط الفني اليوم بتحسي في كتير تقلبات يعني. اللي عايش بالوسط بيعرف في طلعات وفي نزلات وهيك. شو عملت تتكيفي يعني مع زملائك وزميلاتك و... علاقتي طيبه مع الكل. ما بحب يكون عندي مشاكل مع حدا يعني اذا صار في خلاف دغري بتداركه ودغري بحاول انه صلح. بس في مسافه ايه من انه ما كثير قريبه يعني. صداقتك مع سيرين عبد النور حقيقيه يعني بنحس في هيك موده بينك وبين في موده ايه حقيقيه ان شاء الله يعني اكيد هي وانا اثنيناتنا بنقول انه ان شاء الله في مودة ايه في احترام في تقدير وبنلتقى من وقت للتاني يعني ونشكي لبعضنا وقت اشي هيك شوي اذا بدك سيكرت يعني وان شاء الله تكفي يعني انا بنبسط تكون عندي صداقة بالمجال. شو هيك؟ لا ولا شيء بدك ماي؟ كثير شوبنا ايه بدك ماي؟ فينا نعمل بوز نضل نشرب نعمل بوز سوري انا فايتة يب مع الكاميرا مش هالتينا اصلا ما عندي تشويس عطشنا نو عن جد عطشنا كثير ماي الجروب اللي معك ما بده ماي ما بدكم ماي ما حدا بده بس ماي بس يخلصوا بيشربوا ماي نادين بترجع بتمثلي معه لمين عمار شلا عمار إيه ليش ما بدي امثل معه ليش في ما في مشكله طب يوسف الخال اكيد عادية الام عن جد رح تمثلي معه؟ يس لانه هيدي مهنه يعني انه ما لها علاقه بشيء ثاني انه ليش لاخلط الاشياء ببعضها بس انه عندك تمنيات وقت بيجيكي دور انه مين يكون البطل؟ نو انه اكيد بسال بهتم انه اعرف انا لوين رايحه مع مين هيدا بس انه بالنهايه القرار بيرجع لشركه الانتاج وانا اذا ما حبيت بعتذر مش انه بفرض على غيري يعني شو كابوس حياتك؟ الموت او مين؟ او الموت بتخافي من هيك مرقتي بخساره ما بخاف بعد الهمه خسرتي حدا كلنا بنخسر حدا بحياتنا بس مش انه بخاف من الموت بعد الهمه يعني انا قلت قبل بمره انه بعد الهمه لانه بحس انه اذا انا صار لي شيء او جوزي صار له شيء الاولاد بعدهم كثير صغار يعني انه لبعدين وهيك اصلا واحد مع الاولاد بصير يخاف اكثر كثير بصير تعطى الهم بحياتي ما كنت فكر فيه هلا بعطى الهم قد الدنيا يعني واكيد الكابوس الاكبر انه انا عيش وهن يا اي لا ابعد شوي دخيلك شيلينا من هالموضوع دخيلي خلينا نفرش على شو بتختلفي انت وجوزك؟ بنختلف ديكور ديكور بيت لا انا بدي هيدا لا انا بدي هيدا لا انا ما بحب هيك الكندي ليه بتحبي انت الاشياء الاوفر انا ما بحب الاشياء الاوفر انا بحب الاشياء اللي بتبين الارتستيك كذا 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 ممكن بس هلا خلص طنش تنتعش فهو طنش مش انا هو طنش وانا اللي انتعش هو اللي يئس يعني هو اللي يئس ايه لمين بتفضفضي انت بس هيك يعني تكون مخنوقه كثير لجوزي بفضفض بتشبهك ولا عم بتجرب تشبهك مين نسرين طافش هلا هي بس حتى الشامية كثير اوقات تحسها بتشبهك بس اوقات تنسى تحطها عن جد خلف فاجأتيني كثير فاجأتك مو فاجأتك ايه انا ليك انا بنبسط يعني انه بنبسط عن جد لا يعني بنبسط انه حدا مبسوط بالبيوتي تبعي ومستحلي الشامية وحابب انه هو كمان انه يحطها وهيك انا بالعكس بلاقيها تقدير لشكلي يعني انه معناتها انه بس في افاه يعني بس مع الوقت ما بتصير تخنقه للفنان او للسليبرتي انه هالقد يكون عم بيتقلد؟ لا لا انا بالنهايه يعني انت قلتيها يعني هذاك تقليد وهيدا الشخص الريل يعني والتقليد ما بحياته اصلا بيجيب نتيجه كثير يعني حتى انا عم بحكيكي حتى عني ايه بجرب قد ما بقدر اوقات بتاثر بجمال مثلا مونيكا بيلوتشي اكزامبل بس بجرب قد ما بقدر انه مش لدرجه انه اروح اقول له بليز اعمل لي شفافه مثل شفافه مثلا انه بقول انه انا شكلي بيلبق له هيدا الستيل خليني احافظ عليه لانه بعمل ايدنتيتي لالي
لانه حلو واحد يكون عنده his own identity مش انه على تويتر. تعال يس ليتس جو نادين على تويتر بحسك اوقات هيك حاسمه بيه رد الاولاد عنده مطبخ صغير كمان مطبخ هافن ايه مطبخ هافن وجوفاني وسوبر ماركت وجايبت لهم كل شيء هاي في لعب قدهم كثير تحت وفوق وين ما كان. طب يا ريت تمشي قدامي لانه ما بقدر امشي حد. اوكي حبيبي شوي اجري عم ترجعني ايه كرجي على محلك. على تويتر نادين كثير اوقات عندك اجوبه حاسمه يعني طلعوكي من حالك اوقات الناس على تويتر. ايه مثلا ذكريني انا لا ما في شيء معين يعني بس انه كنت اوقات حسك انك يعني تردي بشكل عصبي على الناس. ليكي ما هو في شغله انا هلا حملت وعد كثير مهم بتشوفيه مع الايام ما راح اقول لك عليه هلا بس حتحسيه مع الوقت. بس شو بصير انه هيدا الفنان هو انسان عنده مشاعر بياكل وبيشرب وبينام وبيحس مثل اي انسان ثاني. طيب ما فيك يلي جاي من الهوى تفوت تشبق كلمة هيك انه ايه هلأ اذا رد شو اهبل رد. لا 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 في عالم عندها كرامة في عالم عندها احاسيس واكتر في كرامة. بكوكي مرات قصص؟ لا ما لها الدرجة. لا ما رح ابكي انا معليش ما بدها هالقد. عندك فيك ما بعرفهم بحس انه عندك فيك اكاونت. انا ليه انا هيك ما انا برد من الاكاونت تبعي. ليه بدك تكون انت بتشوفها عند غير فنانين او ما بتعمليها؟ اه بالعكس انا عامله فولو للاشخاص اللي بحبهم ما بحبهم عامله لهم بلوك مش انه بفوت بتفرج. عامله مين عامله بلوك شرفك فرجيني تويترك. لا لا طب انا بفوت لا لا سمرة مسلسل سمرة حققت نجاح كثير فيه كان على بالك يكون مش على المستقبل يعني على الجديد ام تي في ال بي سي؟ لا بصراحه لانه هو نزل على الام بي سي 4 ونزل على النهار بمصر ونزل على او اس ان ونزل على الفيوتشر انه نزل على ثلاث محطات عربيه ومحطه لبنانيه بتطلع فضائيا بلس يعني انه ليه بدي اشوف النص المليان نص هذا. بعدين الفيوتشر عنده نسبه مشاهده اتس نوت ترو يلي عم ينحكى. انا حسيتها من وقت تشيلو يعني نزلنا برمضان وتشيلو كان اكثر مسلسل عم ينحكى فيه بالمجتمع عمل كان على الفيوتشر وكان برمضان بمطحن رمضان اتس نوت ترو انه الفيوتشر هيك. وصلك عتب سميره توفيق على سمره؟ وصلني محبتها ما وصلني عتبها وصلني محبتها وتقديرها لإلي. مين اجا؟ جوزي. هاي ثانك يو سي يو بنشوفك. ليش شو بس شفته شوبت زياده شوبت عبقتي يا لا بدي كفي شيء بس عادي. ايه على سميره توفيق بدك تكفي ايه كفي كفي قلت بس شيء يعني انه عم نعمل روتوش انه شيء طبيعي العالم بتعرف نحن بنعمل عم بتروتش انه عم ندوب نحن هون لانه لا ما في خبركم يعني انا بالطابق الخامس وبوجه الشمس والبحر اوكي الفيو حلو بس انه معلش مشينا خفي شوي. وصلك حب سميره توفيق اكثر من عتبه بس كان وصلني حبها وصلني تقديرها كثير لموهبتي ولشغلي ولدرجه انه طرحت قالت انه انا بقدم لها كل اعمال تنقي منه اللي بدها اياه وبتنبسط اذا انا جسدت حياتها. ان شاء الله يجيني هالفرصه. رح نشوفك بنص يوم على الجديد. يس شو الاجواء؟ كثير حلو كثير معلقه امال كبيره على تلفزيون جديد وعلى الام بي سي وعلى المسلسل ككل. ككل في مطحنه رمضانيه هيدي السنه كل يعني. سنه في مطحن. لا هالسنه كل سنه مطحن بس نوزع يعني عم نعبي تونات ونوزع مطحنه يعني مطحنه. من مين بتخافي؟ من مين بتخافي؟ بخاف؟ ما في شيء بيدعي للخوف انه منافسه مين بأندي يعني انه مهنه وعم ننبسط ونعيش ونتسلى. انت نجمه الدراما الاولى اليوم؟ انا؟ ايه اكيد مش انا انت معقول عم تسالي انا نجمه الاعلام معقول عم تساليني هالسؤال لإلي؟ نو واي انا احكي عن حالي يعني انا بهمني يكون ناجحه نسرين بس ما تقولي انا بحب مهنتي فهميني انا بحب مهنتي انا بشتغل بعطاء بشغف هيدي المهنه ما بحب اعمل عمل واطلع فيه مش قده بحب انجح ولا مره فكرت 1 و 2 و 3 وهيدي بدي اجيب اجلها وهيدي بدي هزيحها وهيدي بدي احطها وهيدي بدي اشيلها ابدا لو فكرت هيك كنت سقطت من زمان لانه كنت التهيت باشياء ما لها طعمه. المنتجين بعدين انت اكثر وحده بتعرفي شو عقلاته وكيف بفكر انت من الدومين وبتعرفي الاخبار في شيء مره سمعت انه انا ركبت فيلم لحدا او مقلي لحدا او ضايق حدا ولا بحياتي رح اعملها يعني وقت لازم اعملها ما عملتها هلا بدي اعملها. طب المنتجين اللبنانيين اليوم ما بقى قادرين على نادين نجام؟ هذا شيء بيرجع لهم يعني انه بيرجع لك انه انت معقول مثلا تساومي شوي تخففي او لا؟
او يعني مش هيك بس كل العالم ما انا ضحيت يعني انا لو وصلت لهون بلشت ايتاب باي ايتاب انا ما بلشت يعني انه دغري هيك بلشت ستيب باي ستيب طلعت الدرج معقول ارجع انزل وكله يعني او انه ارجع اطلع هيك فبيك تكفي لقدام والهن بدهم يمشوا معك هن بده يجوا لعندك عونيه ولا اوديه بشير جميل حلو حبيب اذا عبالك تعرف مين بدك لرئيس الجمهوريه حدا مثل بشير جميل في في ما في اكثر دور تمنيتي انك تلعبي شو انك تعيشي هيدا اللي عملته هلا بنص يوم لانه بحب انا ادوار اللي فيها اكشن والادوار اللي فيها هيك اذا بدك كاركتر حدا قاسي مش حدا هيك كثير طيب وبريء وعاطفي وهيك سو كثير انبسطت بترفضي تلعبي ادوار جريئه يعني جريئه كيف جسديا جسديا ليش هو اصلا بيعملوا ادوار جريئه ما بينعمل هون بالميدل ايست هيك شيء بوسه ما بوسه ما بينعمل بالميدل ايست ما انت بينعمل. بتبوسه اذا طلب منك المخرج no. او لا 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 ما في حدا بيستاهل بوسيه من الممثلين لا اكيد لا ما حدا بيستاهل يعني من بعد جوزي اكيد لا بس اذا عم تحكي مهنيا انه ما بعملها لانه بتحسي حالك لوحدك يعني بهيدا الشيء انه منا دارج ومنا ما بتنعمل وبنفس الوقت انه احتراما اكيد لكوني مره متزوجه ولاولادي وهيك يعني. اي مرحله من حياتك بتحبي تلغيها ولا مرحله كلهم كانوا حلوين كلهم بتحبي السيلفي سيلفي والعالم خلفي او البحر خلفي والدنيا خلفي ايه بحب تعملي سيلفي بحب بديك ايدي اطول انا اعطيني هيدي لاحظتي انا انه شي مره بالعمر قال كون ملكه يا حياتي انا عم اقول لك هلا انا ملكه الاعلام على فكره مهضومه طالعه عن جد عن جد تصوري لوحدك بس ليه بعتذر يعني ما بتصور حدا بينافسني عن جد جمالك you look so beautiful بحسك نادين انه نعم بحسك ما بتحب الانتقاد يعني اذا حدا انتقدك شوي اجريسيف بالرد عن جد يعني اذا بدك صدرك مش رحب ليك انا استاذ عبيد باشا كان عنده تعليق على مسلسل سمره شكرته على تويتر قدام كل العالم لا زعلت منه ولا ضايقت ولا قلت له انه انت كذا وكذا بالعكس مثل ما بيقدر يمدحني قادر انه يعطيني رايه وانا بعرف انه قالوا على محبه دونك اي شيء قالوا انا بتقبله قصدك في ناس معينه يعني في ناس بتعرف شو بتعرف تنتقد في ناس بتحكي لتحكي الناس اللي بتحكي لتحكي مين هي شو ثقافتها شو الباك جراوند تبعها مين هي بتعرف ترسمي انه برسم ايه شوي بحب البانتير وبيك بحب الفخار بحب ارسم على الفخار يعني هيك قصص تعلمتي لا ما تعلم بس عندي اياها من زمان والله دبنا عن جد ترقصي زومبا زومبا نو ما بعرف ايه يمكن معقول مين بيقف على المرايه اكثر شو خطر لك لسالتيني اذا ما بعرف زومبا. هيك ما بعرف مين بيقف على المرايه اكثر العزابه ولا المجوزين حسب مين معقد اكثر مين بيحكي اكثر رجال ولا النسوان مين بيحكي اكثر كمان حسب في عندك رجال ما بتسكت يعني وفي عندك نسوان ما بيسكتوا حسب انت من البقاع من دورس الضيعه من دورس دورس اسم. دورس شو بقى من هيديك الايام وامتى بتقولي هيك يا عبالج بالجيش يلي كنت قاعد فيه كنت قاعده بالجيش شو كنت حبون كان عندي بنت عمي نطلع لفوق كان في قلنا دجاج ورا البيت وكان في سيسان وانا كنت موت على شيء اسمه صوص بحب السيسان كثير فاركض ورا دجاج الدجاجات يركضوا قدامي يا حرام صير خوفهم هشلهم من الان فوت نحن نقعد ومعنا سيسان ويطلع عبالنا انه جوا نعمل قال انه عم نعمل تبوله ما نعرف نعمل تبوله نقطف هالبقدونس ونقعد نعمله ونفرم بندوره وصير وخلصها واقعد ضيف انه مع الان انت بيجي عبالك هيك تقعد فوق بلا مسؤوليات بلا ولا شيء يعني هذا هيك الاحساس اللي كنت بتحسه يا ريت اوه شو بحلم هيك انه يجي اقعد هيك شي سنه طفي خطي ما اعرف شيء عن العالم اللي برا اوف يا شو عبالي اعملها كثير وصلك دفتر سواقه على البيت ولا عملت فحص يا فضيحتنا وصلنا شكله وصلك على البيت وصلنا على البيت حبيت بس ليك بسوق كثير منيح عن جد اسألي جوزي بتسوقي على اللبناني يعني وهيك ابدا بتزمر كثير كثير بالتزم انت بتلهو البنات اللي كل وقت ايدهم على الزمور ما بعرف ليه بكره الزمور بكره وبتاتا بس حدا يزمر لي يا حرام شو بتعمل؟ قرقر بتسبسي بالسياره لا بس انه بترشق بصير احكي تركي
بس انا عن جد يعني انه بعصب، ما بكره الزمور بس بسوق كثير على رواقه، وشو ما بحب السرعه وبلتزم بقوانين السير ومن انه تعلمت علموني اهليت وكذا وكذا. بشو انت على البكله؟ على البكله بالميك اب. ما هيك بتعملي ميك اب لحالك جميله هي ما بقى فيه. راح الميك اب كان على البكله، كان على البكله، كان على البكله. انا على البكله. انت اول حدا ياخذ على البكله. ايه ثانك يو سو ماتش. لانه الميك اب طلع ناجح؟ لا لانه انت حدا ناجح. ثانك يو سو ماتش، بس لانه سالتيني على البكله و سال عليك. هيدا تروفي يعني. انت اليوم بما انه بالحلقه على فكره اتس ريلي نايس، ايه بما انه الحلقه الاخيره، هيدا التروفي رح يبدا يعني من الموسم اللي جاي يكون لكل ضيف هيك على البكله ذكرى. انا اول شخص بس. فانت اول شخص. ميرسي شفت قد ايه انت غالي عنا. ثانك يو، حبيته كثير. وهيدا هيدا اولادي بفكروا انه انا بدي اعطيهم قصاص انه قتله. حط لهم اياها بالاوضه. بدك شيء؟ رايحه؟ ما دبنا خليكي. طيب يلا عنا. قاعدين؟ قاعدين. خلص خلصت؟ ولا مش بهنا منكم. نادين بدي اتشكرك، كنت ضيفة يعني عزيزة على البكلة في آخر حلقة، ختامها كان مسك. Thank you. أنا انبسطت فيك قد الدنيا وكتير حلوة. Thank you كتير، بتمنى لك النجاح. رح نبدأ نشوفك بعد كم يوم بس بنص يوم على الجديد وعلى كل المحطات، كذا محطة صح؟ إن شاء الله. بتمنى لك كل النجاح. ميرسي. رح نقول لهم يطفوا الكاميرات. إيه والله دبنا عن جد دبنا. دبنا. بدي أشكر الناس. عملي على البكلة على الكاميرا نادين. على البكلة كانت المقابلة. Thank you نيسو. هيك نادين نجيم كانت عفوية وحقيقية بهاللقاء، وكان الختام مع مسك. 19 حلقة على الهواء حكينا فيها على صوت عالي بأمور ما لازم الإعلام الحر يسكت عنا، ومع 19 ضيف حاولنا نكسر كل القيود ونطلع بمقابلات بسيطة عفوية تعكس الوجه الحقيقي للضيف. بدي أتشكر كل الضيوف اللي مرقوا، وأدعي ضيوف كتار يطلوا معنا بالموسم الثاني بعد شهر رمضان المبارك. لنرجع نلتقي، تضلوا بخير.